حابين نقول لكم بانه اليوم اخر نهار ليا مع شركة ديال بيبر كرافت. الله اخوتي خويا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم فيديو جديد. الفيديو ديالو ما شاء الله كتبان لكم لامينياتور. الموضوع ديالو هو ان شاء الله غادي نخرج من هذه الشركه هذه وغادي لواحد لا ديستيناسيون اللي جديده، واحد الاكسبيرينس اللي جديده عاوتاني في الحياه ديالي، ولكن في نفس الدومين ديال التراكين. ولكن ما بغيتش نحرق لكم المراحل، بغيت نهضر لكم اول حاجه على كيفاش حتى بديت التراكين، القصه ديالي مع الشركه اللي خدام فيها انا دابا حتى لدابا، وعلاش غادي نخرج من هذه الشركه وغادي نمشي لبلاصه اخرى. اوكي، او قبل ما نبداو حقيقه اللي مازال ما اشتركش في القناه، اول مره كتفرج في القناه ينزل لتحت يضغط على زر الاشتراك في القناه، وما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم باش يطلع الناس اخرين ريكوموندي. المهم الفيديو ديالي اليوم الخوت، بغيت نقول لكم بانه حقيقه بغيت نخلي هذه الشركه هذه، ماشي حيت كاين شي مشكل، ولكن لقيت ما احسن. كي نقول ديما كتبدل ما احسن، اكسبيرينس اللي جديده لانه انا دابا خدام غير لوكال، تجربه جديده ان شاء الله غادي نخرج اوفر ذا رود، غادي تكون تجربه اللي ما عمرني كنت قلت واحد النهار غادي نديرها، وغادي تكون تجربه جديده لكم نتوما، غادي تشوفوا حوايج جداد عاوتاني، غادي تعلموا حوايج جداد، لا تعلموا مجموعين حقا، حيت من يلا بديت اليوتيوب بديت في هاد الشركه لوكال، اي حاجه تعلمناها كنا تعلمناها مجموعين، كنت كنتعلم وكنوريكم تنتوما. وايضا هذا الشيء اللي غادي يوقع في هاد من غادي نمشيو لاوفر ذا رود ان شاء الله ما بين الولايات، غادي نتعلموا مجموعين. نبدا لكم من اول حاجه، كي تعرفوا انه ملي جيت لهنا الامريكان ثلاث سنين الاولانيه دوزت غير في الخدمه، المهم خدمت في الصابواي، خدمت في الكونستراكشن، خدمت في كلينيك كندير النظافه، خدمت بزاف ديال الخدمه. من بعد حقا منين 2017 انا قررت باش نتزوج، بقيت كنفكر اشنو الحوايج اللي غادي ندير باش نطور من راسي وما تاخذ ليش بزاف ديال الوقت. من بعد فكرت اني نمشي للمدرسه، كنت يقول لك حتى يوصلني بزاف ديال الميساج كيقول لك علاش ما مشيتش للمدرسه ومشيتي للتراكين. اليوم غنقول لكم علاش. من بعد ملي مشيت للمدرسه قريت فيها واحد السيمستر فاليديتو، ولكن لقيت راسي انه بحال قلتي كنضيع الوقت، ما كاينش اللي يخلص ليا البلاد، كاين بزاف ديال المصاريف اللي ما قدرش نساير معاهم. يا اما غادي تخرج تقرا وغادي تخدم هي بار تايم باش تخلص عليك الدوله لسميتو، وهذا الشيء ما غاديش يخلص لك البلاد ديالك. وداك الشيء علاش كويت المدرسه ومشيت، بقيت كنفكر اشنو هما الحوايج اللي غادي ندير. فكرت ندير واحد الشعبه كيقولوا لها هنايا ديال لا ميكانيك ديال لافيشن ديال الطيران، ولكن حقا انا من ذاك النوع اللي ما كنحملش نخدم اندورز، ما نخدم في شي بلاصه اللي مسدوده تبقى كدير نفس الحوايج في نفس البلاصه. من بعد فكرت باش ندير تراكين، حيت انا ديما كتكون اوتدور، ديما كتخدم خارج، كتعرف على ناس جداد، كتعلم حوايج جداد، ذاك الشيء باش اللي زعمني باش ندير هذا الدومين هذا. المهم من بعد دفعت المدرسه، شديت البيرمي ديالي، مني شديته من جد الزوجه ديالي الامريكان كان صعيب علي انه نخرج اوفر ذا رود، نخرج ما بين الولايات، تمشي على الدار بعيد على الدار، يعني صعيبه علينا. لذلك قررت انني بديت كندفع للشركات اللي كيخدموا غير لوكال في المدينه اللي انا فيها ولا في الولايه اللي انا فيها. كانت صعيبه في الاول، واحد 3 شهور كانت صعيبه انني كندفع حتى حد ما بغى يعطيني هذه الفرصه هذه، لانه هنا في امريكان خاصك اقل حاجه تكون عندك 6 شهور في خارج الولايات ما بين الولايات عاد ترجع دير لوكال. ولكن حقا ما استسلمش، بقيت كندفع للشركات، اي شركه بانت بات شي شيفور لوكال كنت كندفع لها. واحد النهار وما عيطوا عليا واحد الشركه اللي هي بيبسي، مشيت دوزت الانترفيو وكنحمد الله ونشكر لانني ما نجحتش فيها، ما قبلونيش، مشيت مكستر عليهم لابس نقي، داكشي ما بغاوش هما. المهم قال لي غادي نعيطوا عليك، ما بقاش عيطوا عليا. المهم طلع لي الدم، قلت على هاد الخدمه كنت باغيها وكذا كذا. من بعد الله تعالى كيدير غير اللي فيها الخير. من بعد بقيت كندفع الشركات، عيطت علي واحد الشركه اللي هي بيربل كرو، مشيت عندهم. المهم قال لي واش عندك شي اكسبيرينس، قلت لهم انا ما عندي الاكسبيرينس لا والو، قال لي ما نقدرش نخدموك. من بعد بقيت كنطلب فيهم، قلت لهم السيتي، عاودت لهم السيتياسيون ديالي، قلت لهم المدام ديالي كاينه هنايا، يعني ما نقدرش نمشي ونخليها، يعني صعيب عليا صافي. المهم قال لي لا ندير معاك، وغادي نكلم لك الباترون مول شي
والشركه وهضر معاه وديك الساعه على قناعته يعني تبدا معانا. من بعد مشيت مشيت زعما تلاقيت مع الباترون دخلت عنده وفي هذوك الايامات حقا كانت سيتياسيون اللي كنت عيانه بزاف، كنت خدام في الكونستراكشن وكانوا عندي البيلات اكثر من داكشي اللي كندخل، يعني كنا عايشين في واحد كنا كي تيقولها باي تشيك تو باي تشيك، المصاريف اكثر من المداخل. من بعد ملي مشيت عنده بقيت مع الباترون عاودت ليه قلت لها السيتياسيون ديالي اللي كاين واللي كاين، وعقلت ديك المره ملي كنت قلت لها على طوموبيل كنت سلفت الفلوس باش مشيت عنده، تخيلوا معايا ما كانوش عندنا الفلوس حتى يعني 10 دولار باش ندير ليسانس ما كانتش عندي باش نمشي عنده، يعني غير تسلفتها باش درت ليسانس 10 دولار هنا يعني بحال قلتي في المغرب درتي 10 دراهم بحال هكا بحال هذا الشكل هذا. مشيت درت ليسانس مشيت عندهم قلت لها اللي كان قلت لها راه هاد الفلوس باش جيت عندك راه غير مسلفهم باش جيت عندك. المهم بقيت فيه ودار معايا واحد المزيان اللي ما تخيلاش ما نكذبش عليكم. عقلتي عليه اشنو دار معايا وحقيقة والله الا حل بسطام ديالو ويجد 100 دولار قال لي هادي خليها عندك، قال لي هادي سير شري بها الماكله للدار وداكشي. حقيقة كنا محتاجين ليها يعني ام نو شيم زعما ما كنحسش بالاحراج وانا كنقولها، انا كنقول لكم راه واخا بديتي من الزيرو وما عندكش ماشي مشكله ولكن بشويه بشويه غادي وكطلع. المهم مسكين عطاني 100 دولار قال لي هادي راه عندك بالجيب تقدا بها للدار الماكله وداكشي وغدا ان شاء الله نشوفك في الخدمه. عطاني واحد الامل عاوتاني وعطاني واحد الفرصه اللي ما كانش حتى حد غادي يعطيها ليا. المهم مشيت لغد ليه بديت معاهم الخدمه كملت معاهم لاني شركه اللي حقا حسيت بانني واحد من العائله، يعني لان شركه ديال عائله ثلاثه ديال الخوت والباترون كتدخل عنده بحال داخل عند صاحبك، يعني شركه عائليه. المهم خدمت معاهم عامين كانت واحد الاكسبيرينس اللي جديده. الشهر الاولاني يعني كنت درت جوج ديال الاكسيدات اللي كنت وريتهم لكم ونخلي لكم اللينك في لتحت ديال الفيديو باش تفرجوا فيهم. كانت واحد الاكسيدون اللي خايبه بزاف اللي ضربت فيها القنطره قطعت فيها داك التريلر كامل وقلت صافي غادي يجريو عليا لانه كون كانت شي شركه اخرى يقول لك حط السوار تما وسير في حالتك. من بعد ملي جا بقى كيسوع عليا قال لي ياك ما وقعت لك شي حاجه، عيطت للباترون جا قال لي ياك ما وقعت لك شي حاجه، قلت ليه لا راه ما وقع لي والو كي كنت فيه شويه ديال الخلعه كنت الخلعه. من بعد صافي هضروا معايا قالوا لي راه بحال والو غادي نقدروا نخليوك تمشي لانه لاسورانس حيت لاسورانس اللي كتقرر ماشي الشركه راه بغاو الشوافريه ولكن لاسورانس هي كتقول لهم هذا السيد هذا ما نقدرش نسوريه لكم. المهم داروا معايا المزيان خلوني في الشركه بقيت خدام معاهم. من بعد عامين ديال الاكسبيرينس ولا كنفكر عاوتاني في حوايج اخرين، يعني بديت كنحس براسي بحال صافي واقف في واحد البلاصه، يعني تعلمتي شي حوايج بقيتي كتعاودهم اليوم غدا اليوم غدا صافي غادي بحال قلتي تعلمت اليوم تعلمت الروتين ديال الخدمه. ولكن كنقول لكم الفلوس ما كيزيدش، الفلوس ديما غاديين في نفس ما كيتزادوش بزاف. لذلك صافي مليت بقيت كندفع الشركات ديال ما بين الولايات وهاد الشركه اللي غادي نخدم معاهم دفعت ثلاثه ديال المرات، كندفع ليها يوسف ارازي كندفع ليها رشاد ودفع ليه واحد الدري يلاه تلاقيت معاه حتى هو اللي خدم معاه الشركه هادي. حيت واحد المره كنا درنا اللايف انا ورشاد وكان تيهضر على الشركه ديالو ومن بعد هذاك الدري هز المعلومات ومشى تواصل معاه وخدم. يعني كنقول لكم شي حوايج شي ما عمرك تقول ان واخا يكون شي واحد عنده اكسبيرينس ما تقولش راه احسن مني، يعني راه كنا راه كوميونيتي واحد تيعاون الاخر، واخا نكون سابقك انا بعامين وانت يلاه بديتي راه واحد النهار يجي النهار اللي غادي لا يتعاوني باش لا يتعاوني بشي حاجه، فهمتي؟ يعني راه الكوميونيتي راه ماشي واحد فوق واحد، يعني احنا راه واحد شي تيعاون الاخر، ما يهمش انك قديم في الحرفه ولا جديد ولا ما كاين حتى شي مشكل في هذاك الشيء. من بعد الحقيقه علمت الشركه ديالي قلت لهم انا راه غادي نمشي، ما بغاونيش نمشي، والله ما بغاونيش نمشي. المهم عيطوا عليا جلست معاهم في الطبله قالوا لي غادي نزيدوك باقي فلوس اخرين غير جلس معانا. ولكن حقا الشركه اللي غادي نمشي ليها يعني غادي نتعلم حاجه جديده عاوتاني، نخرج ما بين الولايات غادي نتعلم شي حوايج جداد عاوتاني وحتى المادي مزيان. لذلك قررت باش ان شاء الله غادي نتحرك وغادي نمشي لهذيك الشركه. باقي لي 3 ايام كنت نقول لكم هذا الفيديو كنصوره لكم اليوم الاحد حيت ما غاديش نلقى الوقيته باش نصور لكم. باقي لي 2 3 ل 4 غادي نخدم مع الشركه ديالي ومن بعد ان شاء الله غادي نموفي نمشي نيويورك عندي شي ما يتقضى تما ومن بعد غادي ندوز
ندوز على شي ديال اورينتيشن ماشي اثنين اثنين الاخر يعني السيمانه الجايه ان شاء الله ندير اورينتيشن عندي 4 ايام ديال ترينين يعلموني شحال ديال الحوايج المهم شحال تعيشوا معايا من هنا لقدام ان شاء الله نوري لكم كاين بزاف ديال ستريس نكذب عليكم الا قلت لكم انني ما خايفش يعني خايف من شي حاجه اللي من الفيوتشر فيوتشر حقا شي حاجه ما كتعرفهاش ما كتعرفش عليها حتى شي حاجه يلا بيت بدا فيها يعني بحال بنبدا ازيرو ولكن حقا عز عليا تشالنج وفي الشخصيه ديالي انا طموح عزيز عليا نزيد ملي كنجلس في شي بلاصه وكنلقى راسي انني ما كنزيدش خاصني نمشي شي بلاصه اخرى يعني ما كنحمش نجلس في الكامفورت زون ديالي كي قلت لكم الشركه اللي جالس فيها دابا انا حسيت براسي يعني ما عندي مشكل مع حتى شي حد تما بالعكس عايشين بحال العائله تما مزيان ولكن حسيت براسي بحال قلتي وليت في الكامفورت زون حسيت براسي راه ارتاحيت ونفس الخدمه اليوم غدا اليوم غدا خاصني نبدل باش نزيد خطوه اخرى ثاني من بعد ديك الساعه اللي باش يبدا الانتراك ديالو يدير البيزنس ديالو يعني شحال ديال الحوايج كي قلت لكم من يلاه بدي هذه القناه قلت لكم راه كاين شي حوايج لي جداد وما حتى كتعلم راه كتزيد الدرجه كتزيد الدرجه وانت غادي وكتطور في راسك سواء الشيء اللي كاين اخوت كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم كي قلت لكم نهار الاربعاء ان شاء الله غادي نشد الطريق ونهار الاحد نهار الاحد الجاي ان شاء الله غادي نمشي لهذيك الشركه نوريكم كل شيء المهم غادي تعرفوا نعطيكم معلومات على الشركه كيف دايره كي قلت لكم نعطيكم معلومات على الشركه كيفاش دايره والناس اللي يلاه جداد في التراكين الا بغيتوا تواصلوا معايا من هنا قدام ان شاء الله تعالى راه غادي نعطيكم معلومات الا بغيتوا تجيو تدفعوا على الشركه حتى هي هادشي اللي كاين المهم الا عجبتكم الفيديو خليوا لي لايك بارطاجيو مع الدراري صحابكم وبغيت نقول لكم راه غادي الموفي ان شاء الله كاين شي حوايج لي جداد كونتنت لي جديد يعني اللوكار راه ماشي هو اوفر ذا رود غادي نشوفوا حوايج جداد غادي نسافروا بحال قلت لكم دابا انا كنمشي غير نورث كنمشي للفوق وكننزل عاوتاني لجورجيا ساوت كارولينا ما عمرني مشيت للويست كوست يعني هذه المره هذه غادي نشد الطريق ان شاء الله للجهه الاخرى عاوتاني كاليفورنيا نيفادا تكساس كاع الولايات غنديسكافريهم مجموعين ان شاء الله وغادي نتعلموا شي حوايج جداد هادشي اللي كاين اخوت الى عجبتكم الفيديو كي قلت لكم ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات جديده في اوفر ذا رود هي وي جو ليتس جو واش الخوت صباح النور كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بنقول لكم بانه اليوم اخر نهار ليا مع الشركه ديال بيبر كرو والله كنحس براسي صعيب والله الا صعيب من بعد عامين مع واحد الشركه مع شي ناس اللي وليت كتحسبهم عائله ديالك واحد النهار انك غادي تمشي وتخليهم صعيبه ولكن هذه هي الحياه Thank you so much, guys. Thank you, guys. All right, Hello, my friend, amigo. I wish you a lot of luck wherever you're going. Wish you a lot of luck, okay? Be safe out there.